يمكن كثير من الخليجيين بيلاحظوا احيانا صور في اعلانات او وسائل اعلام لاشخاص على انهم خليجيين، زي هذه الصورة اللي شايفينها. وهذه الشركات عادة بتتكاسل وبتجيب أي شخص تلبسه لبس خليجي بدون مراعاة أنه اللبس له طريقة معينة، مو مجرد غترة أو شماغ وفوقها ربطة سوداء. وعلشان كده طلع شباب سعوديين على تويتر بمشروع مكتبة رقمية عربية خليجية فيها آلاف الصور والفيديوهات لكثير من المصورين، علشان يستفيد منها المنتجين والمصممين وشركات التسويق وغيرها. ويمكن هذا المشروع يخفف شوية من الصور المضحكة والمسيئة أحياناً اللي بنشوفها. الإعلان عن طرح الصور الجديدة جاء من خلال حملة طريفة على مواقع التواصل لفتت أنظار كثيرين.